مساكم الله بالخير جميعا اخواني واخواتي، وسعيد التقي معاكم من خلال هذا السناب، واللي من خلاله راح اتكلم معاكم في موضوع ايجابي. احيانا تمر عليك بعض المواقف اللي تحرمك من اشياء انت تحبها، وتتم زعلان متضايق، واحيانا تستغرب وتقول اشمعنى انا اللي مر علي هذا الموقف اللي حرمني من اشياء انا كنت اعشقها واحبها كثير وما تدش لها. وكثير منا تضايق، صبت بعض الأمراض وما قدر حتى يتأقلم مع وضع الجديد. راح أقول لكم على عجالة قصة لأحد الأخوة عزيز علي لموقف صار معاه، وبقول لكم شو النتيجة. كان يعشق عمله عشق كبير، وكان متفاني حتى في أداء عمله، ودائما تقاديره متميزة. مع أول تغيير إداري احسبوا أنه هو من الإدارة السابقة، قالوا له أقعد في البيت إذا بغينا بنكلمك. طبعا ما تتصورون الأزمة النفسية اللي مرت فيه، ما تتصورون حجم الضيق والزعل والكدر اللي كان فيه، ولكن حاول بشتى الطرق أن يرجع لعمله، ما خلى حد ما وسطه، ما خلى حد ما كلمه، حاول قدر المستطاع، ولكن صدف في هذه الفترة أن والده تعب، وكان يتطلب تعب هذا الدخول إلى المستشفى والسفر. ولأن صديقي هذا كان خلينا نقول متفرغ عن العمل، فكان ملازم لوالده، يودي المواعيد، يودي المستشفى وما إلى ذلك. وأثناء تواجده مع والده في المستشفيات، في المراجعات، في المواعيد، كان يحاول يتواصل مع إدارته الجديدة حتى يعود للعمل، ولكن كان دائماً يلقى الرد لا، ممنوع ترجع لعملك خلاص. طبعاً تضايق وايد، مرة على مرة على مرة وهو في المستشفى مرافق لوالده يحاول يرجع، ولكن ما في فايدة. تمر الأيام 3-4 سنوات وهو بعيد عن عمله، ولكن كان أيضاً مرافق لوالده في المستشفى إلى أن توفى الوالد. بعد الدفان والعزاء جلس جنبه واحد من زملاء السابقين وتكلم معه، قال له تدري يا فلان، نحن كلنا نحسدك على هذه الإجازة المفتوحة اللي انت فيها، انك ما تدري ليش. يقول لي حسن قاعد تفكر يحسدوني على إجازة وانا يعرفوني ايش كثر احب عملي، ليش يحسدوني على ايش؟ يقول لي سألته ليش، فقال له الله سبحانه وتعالى فرغك من عملك وصار هذا كله عشان تقعد مع أبوك وتبر فيه. يقول والله يا حسن لحظتها دمعت عيني وعرفت كيف رحمة ربي سبحانه وتعالى إنه فرغني عشان خاطر أبوي. يقول من يومها وعرفت إنه فعلا كل قدر مكتوب لي هو خير، يمكن ما أشوفه اليوم لكن بجني باكر. أتوقع هذه القصة وصلت لكم بعض الرسائل الهامة، إنك لا تزعل ولا تضايق لو الله سبحانه وتعالى حرمك من شيء تحبه، أقلها يمكن الله سبحانه وتعالى اشتاق أن يسمع منك الدعاء، فاكثر من الدعاء واستغفر الله. لا تزعل إذا انحرمت من شيء تحبه، لا تزعل إذا افتقدت شيء تحبه، ولكن دائما حط في بالك أن الله رحيم فينا. قصص كثيرة عندي وعندكم، مواقف كثيرة شفناها، ولكن الأهم هي العبرة. أتمنى وصلت لكم رسالة مباشرة أو غير مباشرة، فكر ولا تحسن. وللعلم هذا الشخص بعد ما انتهى العزاء سبحان الله رجع لشغله.